البوابة الإلكترونية التي قال عبد المهدي يوما أنه سيعتمدها لاختيار شخصيات تشكيلته الوزارية الجديدة ذهبت أدراج الريح وحل محلها الخلافات بين الكتل على التشكيلة الحكومية وشخوصها أو بالأحرى الوزارات الثمانية المهمة والفعالة والتي تمنح الكتل السياسية التي ستهيمن عليها سلطة ونفوذا أكثر حتى بلغت حدة الخلاف بين السياسيين حد اتهام مرشحي عبد المهدي بالفساد الحكومي جلسة البرلمان المرتقبة سيكون موضوعها التشكيل الوزاري الجديدة وليس الأزمات التي يغرق فيها العراق من شماله إلى جنوبه عضو تحالف البناء محمد كريم البلداوي كشف أن كتلته وافقت على تأجيل جلسة البرلمان المقبلة بغية التوصل أكثر إلى اتفاق بين الكتل بشأن الوزارات الشاغرة وثمة ما يؤكد في العراق ان تحديد الشخصيات التي ستشغل الوزارات الثمانيه المتبقيه لن يبنى على اساس الكفاءه والخبره كما يروج ولكن على اساس المحاصصه الحزبيه بل الطائفيه والعرقيه ايضا كما جرت العاده منذ عام 2003 وحتى اليوم صحيفه العرب الجديد قالت ان بعض الكتل السياسيه قدمت مقترحات للتقريب بين الاطراف المتصارعه ابرزها الطلب من كتله البناء تغيير مرشحيها الذين يعترض عليهم تحالف سائرون بزعامه مقتدى الصدر ودعوه الاخير للموافقه على دعم المرشحين الجدد الذين قدمتهم الكتله لكن التحالف البناء ما زال مصرا على تولي فالح الفياض وزارة الداخلية ما قد ينسف جهود تقريب وجهة النظر بين الشركاء المتشاكسين وتبقى مسألة فرض الإيرادات ومحاولة إدخال العراق في دوامة جديدة من الصراعات السياسية وإخضاع المرشحين للمحاصصات والمصالح الخارجية هي المسيطرة على مشهد التشكيلة الوزارية الجديدة